يمكن هي بدأت وأنا عندي 17 سنة، خلصت بطولة أفريقيا تحت 18 مع المنتخب في موزمبيق، يمكن خدت أحسن لعيب في البطولة دي. وبعديها جات لي فرصة أن أنا أسافر أمريكا. أكتر حاجة حسيتها طريقة، يعني الناس بتعيش حياة الباسكت، يعني كل حاجة متوفرة أن اللاعب ينجح. فبالنسبة لي غيرت حاجات كتير قوي من أن أنا كنت أعملها في مصر، اتغيرت لما روحت أمريكا. طريقة أكلي، نومي، التمارين اللي أنا كنت بعملها في الأول طبعا كانت فترة صعبة جدا، بس مع الوقت بتتعود وتعود للأحسن. يعني أنا طبعا مع رأيي إن إحنا نزود، يمكن من غير محترفين ده أعتقد الدوري مش هيبقى ليه طعم خالص. إحنا دلوقتي بنعمل محترف واحد بس، أعتقد بزيادة محترف كمان الدوري هيعلى. يمكن لبنان في فترة كانت أحسن دوري في الشرق الأوسط تقريبا، وكانوا بيلعبوا بكذا محترف. فأعتقد أن زيادة المحترفين بتزود المستوى بتاع الدوري، وبتزود برضو يعني أنت لما تتمرن مع اثنين محترفين كل يوم أعتقد مستواك بيعلى، أنت تتمرن مع لعيبة كويسة جدا. فأعتقد زيادة المحترفين في الدوري يعني هتفرق مع الدوري، وفي الآخر ده هيصب في مصلحة المنتخب. فأعتقد يعني اثنين محترفين هيبقى أفضل. يمكن كذا واحد زي ما قلت كان في محترفين كتير قوي في آخر سنة أو اثنين أو ثلاثة جم مصر، يمكن على رأسهم أعتقد أليكس يونج لعبت معاه، كوري ويبستر اللي مع الاتحاد دلوقتي طبعا لعيب هايل، ممكن جيمس جاستس محترف سموحة برضو كان كويس قوي، ويمكن برضو مش هقدر أنسى وولتر هوج محترف الزمالك، يمكن ساعدهم كتير السنة اللي فاتت إن هم يكسبوا الدوري والبال برضو بطولة أفريقيا. فدول أعتقد يعني ممكن يكونوا أحسن أربعة. يمكن أول سنتين ليا مع النادي الأهلي خسرنا كذا فاينل كاس وفاينل دوري، وأعتقد هم دول اللي إحنا بنجني ثمارهم دلوقتي، إن إحنا يعني بعد الخسارات الآخر سنتين تعلم من خساراتك، ودي أهم حاجة إن أنت لما تخسر تشوف أنت عملت إيه غلط وتشتغل عليه. ويمكن ده برضو يعني بنكتسب خبرة من الماتشات دي. ماتش الفاينل مش بيبقى زي أي ماتش تاني، فماتشات الفاينل اللي إحنا لعبناها آخر سنتين يمكن بالذات مع نادي الاتحاد، واعتقد برضو السنه دي مع نادي الاتحاد، هي دي اللي فرقت معانا. وطبعا كوتش جوستي ليه دور كبير قوي معانا الفتره الاخيره، برضو المحترف اعتقد ساعدنا كتير. ويمكن في البطوله العربيه مايكل تومسون، ماتش بيروت كان ايكوال جيم وفي اخر ثانيه جاب جيم وينر، فاعتقد المحترف برضو ليه دور كبير معانا السنه دي. طبعا هيصعب الماتشات، يمكن الترتيب كان بيفرق السنين اللي فاتت عشان الاول بيلعب الثامن اللي هو مفروض نسبيا اضعف فرق في الثمانيه او اضعف فرقه في الثمان فرق. السنه دي مش هيكون ده الموجود. فرق زي الاتصالات والتامين، مصر التامين فرق كويسه جدا، يمكن بيكسبوا فرق مفروض بتنافس على البطوله، وده اعتقد بيساعد الدوري كله ان انت يبقى عندك ثمان فرق كويسين بينافسوا على الدوري. ده بيخلي المنتخب برضو يعني عنده لعيبة يختار منها اكتر، وفي الاخر ان انت يبقى عندك احسن دوري في المنطقة، يعني ده الهدف. فيمكن هيصعب المنافسة على الدوري. بحاول برضو ان انا يبقى عندي قوة بدنية مع مهارة، بحاول اعمل ميكس ما بين الاثنين. بس يمكن من اكتر الناس اللي بحب العب ضدها وبحس ان هما يعني بيعملوا جود ديفنس عليا، ممكن عاصم الجندي من الجزيرة وعمر هشام من الزمالك. يمكن حصل طفرة يعني كبيرة آخر سنة أو سنتين بالذات، أعتقد دور السوشيال ميديا كبير في الموضوع ده. وطبعا بتابع يعني الناس في الشارع والناس على السوشيال ميديا وحتى في النادي، الموضوع يعني فارق. قبل كده الناس بقت بتتفرج على الماتشات، طبعا إن الدوري متذاع كل الماتشات تقريبا دلوقتي مذاعة على التلفزيون، فده بيفرق مع الجماهير. والله انا بحاول يعني اعتقد انا في النص ما بين ان انا بعيد قوي وان انا بتابع كتير، يمكن انا في النص، فتقريبا هكمل يعني كده.